إنه آدم عبد اللوي، تلميذ في الرابعة ابتدائي يقطن بمنطقة الويبت ببلدية الشارف، يجد صعوبة كبيرة للوصول للمدرسة بسبب تذبذب النقل المدرسي، ما يدفعه للركوب في هذه المركبة رغم خطورتها كحل اضطراري. نقرأ في السنة الرابعة ابتدائي، روحوا هم عدناش نقل، روحوا في السيارات، روحوا متوخرين زعكونا. في هذه المنطقة عشرات التلاميذ يقطعون مسافات طويلة للالتحاق بمقاعد الدراسة، وفي حال وجود الحافلة النقل المدرسي تكون مكتظة عن آخرها حسب السكان. الأولاد راك تغزر فيهم هذون يقرأوا، والنقل ما كانش، الصباح مرات يروحوا مرات ما يروحوش، مرات يروحوا متأخرين يزعكوهم على بالك المدرسة، مرات يزعكوهم، مرات ندهم غا كاين وين نكرو لهم كرارس، كاين وين ندهم في كروسة، كاين وين كذا. على كل حال احنا رانا نطالبوا من هذا الولاد، نطالبوا في النقل المدرسي. كي ما نلقاوش النقل نروحوا ستوب، كاين اللي يحبسنا كاين اللي ما يحبسناش. طلبوا من هالسلطات ماذا بينا ولا بينا يخزروا لنا بعين الاعتبار وشوفوا لاولادنا واش راح صاير لهم. وجينا القمار وجينا جديد وجينا الشتاء، اليوم راه القايله حاميه، وقدوه راه يصبح القمار ويصبح الثلج ويصبح ما عندناش كيف نديروا لهم من 6 تاع الصباح ل 6 تاع العشيه. سكان هذه المنطقه يأملون في زياده حافله للنقل المدرسي قصد التخفيف عن هؤلاء التلاميذ.